مرحبا بكم. كيف يمكن أن نقول أنا جائع أو أنا جائعة باللغة الإنجليزية؟ I'm hungry. I'm hungry. لاحظوا في بداية الكلمة نخرج الهواء من الحنجرة، لا نضغط على H بل فقط كأننا نهمس. Hungry. I'm hungry. I'm starving. I'm هي اختصار لـ I am. I'm starving. هذه الكلمة تعني أنك قريب من الموت من الجوع، لكن نستخدمها مجازيا لكي نعبر عن كمية الجوع الذي نحس به، يعني نريد أن نأكل كمية كبيرة من الطعام. My stomach is growling. لا نقول growling بحرف O بل ننطقها A. Growling. My stomach is growling. معنى الجملة هي أن معدتي تصدر أصواتا، أي أنني أحس بالجوع. نقول هذه الجملة لشخص ما لكي نوضح له أننا نشعر بجوع شديد. I'm hungry. I'm starving. My stomach is growling. للتواصل بكل جديد لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. شكرا وإلى اللقاء.